ينظر المغرب للانتخابات الرئاسية في موريتانيا باهتمام بالغ، وتراهن المملكة على المرشح محمد ولد بوبكرة في مواجهة المرشح محمد ولد الغزواني، خصوصا إذا بقيت العلاقات متوترة مع الإمارات العربية المتحدة. ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا رسميا في 22 يونيو، والجولة الثانية في 3 يوليوز، وسيكون السباق نحو القصر الرئاسي محسوما بنسبة كبيرة بين العسكري السابق محمد ولد الغزواني والمرشح المدني محمد ولد بوبكرة. ويعتبر قائد الجيش ووزير الدفاع السابق الجنرال محمد ولد الغزواني الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية بألوان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز سنة 2009 المرشح المفضل للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وينافس سيدي محمد ولد بوبكرة الذي شغل منصب رئيس الحكومة مرتين في عهد الرئيسين معاوية ولد سيدي أحمد الطايع والراحلة علي ولد فالة الذي توفي في مارس 2017 إثر نوبة قلبية. ويركز ولد بوبكر في حملة الانتخابية على التذكير بالمكاسب الديمقراطية التي شهدتها البلاد إبان رئاستي للحكومة خلال الفترة ما بين غشت 2005 وأبريل 2007 بعد الإطاحة بالرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وهذا ما أكده خلال الكلمة التي ألقاها في أول تجمع انتخابي يوم 30 مارس في نواكشوط. وقال ولد بوبكر في كلمته التي ألقاها أمام حوالي 10,000 شخص حسب ما أوردته الصحافة المحلية، لسوء الحظ تم الزحف على هذه المكاسب الذين يجعلوننا نعتقد أن التغيير أمر مستحيل، ومن أجل وضع حد لهذا الوضع قررت الترشح للانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للمغرب فإن الانتخابات الموريتانية تعتبر ذات أهمية بالغة، خاصة وأن العلاقات بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى سكتها الصحيحة بعد سنوات من التوتر. ومن المؤكد أن المملكة ستسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع موريتانيا بعد الانتخابات المقبلة، ويفضل المغرب المرشح الرئاسي محمد ولد بوبكرة خاصة في حالة استمرار الأزمة السياسية مع الإمارات العربية المتحدة لوقت طويل. بالمقابل يعتبر الجنرال محمد الغزواني مقربا من الرجل القوي في أبوظبي ولي العهد محمد بن زايد، حيث سبق لهما أن التقيا في مناسبات عدة. يذكر أنه خلال رئاسة ولد بوبكرة للحكومة الموريتانية في عهد الرئيس علي ولد محمد فالة الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، كانت وجهات النظر بين نواكشوط والرباط متقاربة في العديد من القضايا. أكدت مصادر دبلوماسية سعودية أن الملك محمد الثالث سيزور الرياض نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم. ونقلت مغرب انتليجنس أن الخلاف بين المغرب وبعض الملكيات الخليجية لن يستمر لفترة طويلة. مصادر معتمدة في الرياض أكدت للصحيفة أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستقبال الملك محمد الثالث نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر طويلة من الغضب بين القصرين الملكيين بسبب الاختلافات في الرأي بين البلدين حول بعض الموضوعات الجيوسياسية، حيث أظهرت الرباط في مناسبات عديدة سخطها بسبب مواقف معينة وأخطاء ارتكبتها شخصيات سعودية من الدرجة الأولى. اليوم يبدو أن هذه الصفحة قد طويت حسب ذات المصادر، لأن الملك محمد الثالث سيذهب للقاء سلمان بن عبد العزيز. محمد الثالث لن يكتفي بالمحطة السعودية، إذ من المقرر أن يزور الكويت والبحرين وقطر، خاصة أن العلاقات بين الرباط والدوحة أصبحت أقوى بكثير في السنوات الأخيرة. وقطر تعد الدولة الخليجية التي أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه المغرب. لكن السؤال المطروح هو، هل سيزور الملك الإمارات العربية المتحدة؟
كشف عبد الرحيم نارثليمي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني في تصريح على أن العلاقات المغربية الإماراتية تشهد توترا كبيرا. وحسب سليمي فإن المغرب يتجه لتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع كل من قطر والسعودية في الوقت الذي تشهد هذه العلاقات تراجعا مع الإمارات. ويضيف ذات المتخصص في العلاقات الاستراتيجية والأمنية على متن تصريحه أن استثناء وزير الخارجية المغربية دولة الإمارات العربية المتحدة من الزيارة الأخيرة لمنطقة الخليج مؤشر على وجود توتر كبير في العلاقات المغربية الإماراتية. ذات المتحدث شدد على أنه بقدر ما يبدو أن هناك حوار مغربي سعودي بعد الأزمة الأخيرة ساعدت عليه شخصيات السعودية القديمة، فإن التباعد بات بعيدا بين المغرب والإمارات، حيث يبدو أن مجموعة ملفات قادت إلى وضعية التوتر الحاصلة رغم الصمت الموجود لحد الآن. وأول هذه الملفات هي الأزمة الليبية، ذلك أن الإمارات اشتغلت منذ ما يزيد عن 3 سنوات على عرقلة اتفاق الصخيرات، وهي عرقلة للمجهودات التي قام بها المغرب والأمم المتحدة للتقريب بين أطراف الأزمة. ولعل العمل العسكري الأخير الذي قاده حفتر في ليبيا بمحاولة الوصول إلى طرابلس والغرب الليبي دلالة واضحة على وجود أيادي إماراتية ومصرية تستهدف اتفاق الصخيرات والمساعي الدبلوماسية المغربية، لأن حفتر لا يمكنه التحرك دون ضوء أخضر من الإمارات. وثاني الملفات مرتبط بشريط قناة العربية العدائي ضد السيادة المغربية، حيث يبدو أن سلطات أبو ظبي لها يد في شريط قناة العربية ما دامت القناة موجودة فوق الأراضي الإماراتية. فرغم اندلاع الأزمة بعد الشريط مع السعودية، فإن دولة الإمارات لم تكن بعيدة عن هذا الشريط، خاصة وأنه سبق لقناة أبو ظبي الإماراتية أن قامت بإشارات شبيهة بما قامت به قناة العربية قبل التراجع. وثالث الملفات يتمثل في موقف أبو ظبي من الحركات الإسلامية في شمال إفريقيا، ذلك أنها تريد من تونس والمغرب أن يدخل في صراع مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامية، وهو ما ترفضه الدول المغاربية التي تبدو حريصة على عدم انتقال ما يجري في الشرق الأوسط ومصر إلى المنطقة المغربية. فموريتانيا وحدها هي التي يبدو أنها تقبل بالصراع المفتوح مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، رغم أن التجربة المغربية للإسلاميين مختلفة تماما عن تجربة الإخوان في مصر. ورابع الملفات يرتبط بمحاولة الاختراق الإعلامي للمغرب، وهي مسألة خطيرة يبدو أن الهدف منها هي محاولة التأثير في الرأي العام وتنقيل كل مواقف دولة الإمارات من القضايا الخلافية في العالم العربي نحو المغرب وتونس. وخامس ملفات التوتر مرتبط بصراع جيوديني لا زال في بدايته تقوده دولة الإمارات ضد المغرب بأدوات مصرية في غرب إفريقيا وأوروبا. وخلص سليمي إلى أنه يتبين من خلال كل هذه القضايا الخلافية أن التباعد بات كبيرا بين المغرب ودولة الإمارات، فالعلاقات الاقتصادية لم تتقدم بشكل كبير مقارنة بقطر والسعودية، حيث أن الإمارات تركز على مصر أكثر من غيرها. ويضيف سليمي أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربية لدولة السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان هي عملية وساطة بين قطر والسعودية قد تعطي نتائج، لأن الظرفية باتت مهيئة للقيام بهذه الوساطة، وقد نشاهد تقاربا قطريا سعوديا. مقابل ذلك تبدو مسافة التباعد بين قطر والإمارات بعيدة جدا. أكد سفير المملكة المتحدة بالمغرب وموريتانيا توماس رايلي أن المقاولات البريطانية مدعوة للاستثمار في الأسواق الصاعدة بما فيها المغرب في حال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كما هو متوقع.
وأوضح رايلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الرابعة لأيام سوق الرأسمال المغربي التي انعقدت من 15 إلى 13 أبريل ببورصة لندن أنه عند وقوع البريكسيت يجب على المقاولات البريطانية أن تكون أكثر ثقة وأن تستغل الفرص التي توفر الأسواق التي تستثمر فيها بشكل كافي بما فيها المغرب. واعتبر رايلي أن المغرب يشكل فرصة كبيرة للسوق البريطانية وهو ما لم يتم استغلاله على النحو الأمثل من قبل مقاولاتنا، مؤكدا على أن أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه التقريب من المقاولات البريطانية والسوق المغربية. فأيام سوق الرأسمال المغربي يقول السفير مناسبة لإبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب خاصة في قطاع المالية الذي يحظى بأهمية بالغة سواء بالنسبة للندن أو الرباط، مضيفا أن الشراكة بين بورصة لندن وناظرتها في الدار البيضاء تشكل رابطا متينا بالنسبة للمحطتين الماليتين والذي سيتعزز أكثر في المستقبل. وأشار السيد رايلي إلى أن الدار البيضاء باعتبارها ثاني أكبر بورصة على المستوى المالي في إفريقيا تشكل فرصة سانحة للمقاولات البريطانية لولوج ليس فقط للسوق المغربية بل أيضا مجموعة القارة الإفريقية. وتهدف أيام سوق رأس المال المغربية المنظمة بمبادرة من بورصة الدار البيضاء ومجموعة بورصة لندن بتنسيق مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة إلى النهوض بالمركز المالي للدار البيضاء لدى المستثمرين الأجانب والترويج للسوق المغربي للرساميل.